عروضات ام جي خلال شهر رمضان المبارك بتطير العقل. سنتين صيانه بلاش او 30 او 40 الف كيلومتر. السيرفيسز اللي هي بريميوم نروح لعندكم على البيت نظبط السيارات نرجع نرد لكم اياها. ما تنسوا الكفاله اللي هي 6 سنين مع ام جي خلال شهر رمضان المبارك. العروضات بتطير العقل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أعزائنا متابعين ومشاهدين قناة سعودي أوتو، يا هلا وسهلا فيكم. واليوم خبر قام فيه السيد مونغ يون يون الرئيس التنفيذي لشركة هونداي في تركيا بإرسال خطاب لعمال وموظفي الشركة اللي بيصوموا في شهر رمضان المبارك. وفي هذا الخطاب أكد أنه بدأ بالصيام خلال أيام الشهر الفضيل عشان يتضامن ويتعاطف معهم ويفهمهم. وذكر يون في الرسالة أنه شعر بالرهبة لما شاف العمال بيشتغلوا طوال ساعات العمل بدون طعام أو شراب، وانبهر لما لاحظ أنه الجميع بيصوموا بكل التزام ورحابة صدر. وقال يون أنه بعد ما جرب الصيام فهم المقصود في القرآن الكريم عن الفقراء والمحتاجين، وأدرك أنه في الكثير من الأشخاص اللي بيتعبوا مقابل أجور متدنية، ولازم نشكرهم ونتعلم مشاركتهم خلال شهر رمضان الكريم. وأعلن يون في نهاية الرسالة أنه الشركة راح توفر قسائم خاصة لشراء البضائع عشان تتضمن أنه جميع العمال راح يحصلوا على طعام وشراب كافي للإفطار، وكمان حيتم توفر أماكن استراحة أكثر مع قوائم طعام خاصة لرمضان. الجدير بالذكر أنه سيد مونغ هيون يون استلم منصب الرئيس التنفيذي لشركة هونداي في تركيا عام 2016، وهو معروف بمواقفه الحضارية والجميلة. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بخبر اليوم، ولمزيد من المعلومات زوروا موقعنا saudiauto.com.sa، ولا تنسوا وضع جوالاتكم على الصامت خلال القيادة لأن الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية من أكبر المسببات للحوادث. فضع جوالك على الصامت وقد بأمان، واحترم حق الآخرين على الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.